قافلة خير وبركة وسلامة انطلقت من مدينة الرباط وتيفلت وفاس وصفر وبلمان وحطت الرحال بمدينة خريبكة مرورا بكل المناطق والقرى والدواوير الرئيسية بين هذه المدن. الهدف منها زيارة الأوراش المتعلقة بالأشغال والتهيئات المنجزة خلال سنة 2013 والخاصة بالسلامة الطرقية، وتضم تقوية لعدد من الطرق الإقليمية وبناء جدران الأمان على بعض الطرق وأشغال التهيئة وتثبيت إشارات المرور العمودية والخاصة بالسلامة على الطريقين الوطنيتين رقم 6 و8 والإقليمية رقم 503. هاد المعادلة ديال حوادث السير تتهم كلشي، يعني وبغينا ندوز واحد الشعار اللي هو شعار لنغير سلوكنا سلوكنا جميعا. القافلة تشكل فرصة من أجل أولا حث الجميع وخاصة الفئات الأطفال على احترام قواعد السير، وكذلك على بناء جيل مستقبلي يعي جيدا الإكراهات الملقاة على عاتقنا جميعا، وكذلك حتى نساهم في نشر هذه الثقافة الجديدة المتعلقة بالسلامة الطرقية. هاد التظاهره هادي نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعني باش تساهم في الحد من حوادث السير في المغرب، وتكون هناك واحد المدونه اللي تكون قوانين جذريه اللي تتم الحد من هاد الحوادث السير. وقد تميزت هذه الانشطه بتنظيم اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير لقافله التنميه والسلامه الطرقيه بشراكه مع الجمعيه المغاربيه لسباق السيارات، حيث تمت زياره عدد من قرى السلامه الطرقيه تضمنت اروقه تحسيسيه و تربوية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة ذات الطابع التربوي والرياضي والترفيهي بمساهمة فاعلين جمعويين وإعلاميين وفنانين ورياضيين على المستوى الجهوي والمحلي. جهود مباركة تمتح أصولها من حفظ النفس باعتبارها ضرورة شرعية. يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم.